حقق المنتخب الجزائري انتصارا كبيرا على نظيره البوروندي بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية الثانية له تواليا استعدادا لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023. رباعية الخضر افتتحها المهاجم بغداد بنجاح قبل أن يوقع رياض محرز على الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني سجل سليماني الهدف الثالث، واختتم البديل محمد لمين عمورة مهرجان الأهداف بتوقيعه على الهدف الرابع. أنهى بذلك المنتخب الجزائري آخر الاستعدادات قبيل انطلاق بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار، ويعول المدرب جمال بالماضي على تحقيق نتائج جيدة وتكرار سيناريو نسخة مصر 2019 ومحو خيبة النسخة الأخيرة، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخبات مرشحة لللقب. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا حسين بوصالح من الجزائر. بعد تحقيق التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار بالعلامة الكاملة، ها هو المنتخب الجزائري في رحلة البحث عن النجمة القارية الثالثة ومحو خيبة المشاركة في النسخة الماضية في الكاميرون. ومن هذا المنطلق لم يترك المدرب جمال بالماضي مجالا للخطأ، سواء من خلال ضبط قائمة اللاعبين التي تمزج بين الخبرة والأسماء الشابة، إضافة إلى ضبط برنامج تحضيري في العاصمة التوغولية لومي من خلال خوض مباراتين وديتين، وهذا للوقوف عند جاهزية اللاعبين ومدى تأقلمهم مع الطقس المشابه لمدينة بواكي الإيفوارية. اليوم نحكي على منتخب في يعني يجدد في نفسه، هنالك روح جديدة في المنتخب، هنالك لاعبين ذو خبرة، وكذلك هنالك أيضا الجودة، جودة اللاعبين اليوم موجودة. جمال بالماضي يفكر بفكر جديد، أسلوب جديد، فلسفة جديدة. حتى ملامح الناخب الوطني تبدو جد مرتاحة، إضافة إلى الظروف اللي وفرتها الاتحادية فيما يتعلق بالإقامة اللي كانت هاجس بالنسبة للمنتخب في وقت الطبعة الأخيرة. صحيح أن غياب لاعب ران الفرنسي أمين غويري كان غير منتظر بعد تلقيه لإصابة حرمته من المشاركة في الكان، إلى أن الطاقم الفني بقيادة المدرب جمال بالماضي يملك البدائل ويعول على ثراء تشكيلته وعلى وجه التحديد محمد الأمين عمورة المتألق في الدور البلجيكي، إضافة إلى يوسف بليلي ورياض محرز وبغداد بنجاح، مع الرهان على الوجوه الجديدة أيضا أمثال ريان أيتنوري وحسين سامعوارا. لا أعتقد أن غياب غويري سيكون له تأثير على المنتخب الوطني. يعني غويري ما هوش من كوادر المنتخب، يعني هذا شيء يعرفه العام والخاص، وكاين البدائل. ربما هذا راجع لتعدد الخيارات، وهو ما يتأكد في عودة بالليلي ووجود أيضا محمد الأمين عمورة على الجهة اليسرى. إذا أكيد لاعب بإمكانيات غويري سيكون مؤثرا، لكن وجود البدائل من شأنه أن يعطي خيارات كثيرة للناخب الوطني جمال بالماضي. المنتخب الجزائري على موعد آخر من أجل كتابة التاريخ بقيادة المدرب جمال بالماضي الذي حقق استقرارا غير مسبوق على رأس العارضة الفنية للخضر، غير أن تحدي هذه الطبعة أكبر بكثير من النسخة الماضية، إلى أن المؤشرات توحي إلى صحوة المحاربين وتعويض الخيبات وترجمتها إلى فرح. يعود المنتخب الجزائري من جديد إلى الأجواء الإفريقية، وهذه المرة من كوت ديفوار، وقد أخذ الطاقم الفني بقيادة المدرب جمال بالماضي جميع الاحتياطات مع تصحيح الأخطاء التي تسببت في خروج المنتخب من الدور الأول في النسخة الماضية، مع اختيار تشكيلة تجمع بين الخبرة والأسماء الشابة. حسين مصالح، بي إن سبورتس، الجزائر. المنتخب الجزائري ينهي استعداداته لهذا الاستحقاق الهام والأكبر في القارة السمراء، يعتبر واحد من أبرز المرشحين للتتويج بلقب هذه النسخة. سيد أحمد، كم يبدو المنتخب الجزائري جاهزا فعلا للتتويج وتكرار تجربة 2019؟ أظن أنه التحضيرات لهذه الدورة كانت أحسن من الدورة الفارطة. نعرف أن المشاكل اللي كان يعاني منها المنتخب من في دورة 2021 بعد ما كان عدد كثير من اللاعبين مرضوا بمرض كورونا، في هذه المرة الاستعدادات كانت جيدة. انطلاقا من الجزائر كان لعب مباراة تطبيقية ضد منتخب 23 الجزائري،
جاء ارتحل الى لومي عاصمه توغوليه وين خضع معسكر تاع 10 ايام فيه مباراتين في عمل في ظروف يعني المواتيه اللي تكون نفسها ظروف كوت ديفوار. المباراتين لعب ضد الفريق المحلي تاع توغو فاز 3-0، ثم اليوم فوز عريض على فريق بولندي 4-0. هذا يبين جاهزيه للفريق وشباك نظيفه والرغبه تاع اللاعبين على ادوا بطوله احسن من اللي ادوها في الكاميرون، ولما لا العوده بالتاج الفريق، لانه الفريق الجزائري فاز مرتين في شمال افريقيا ولم يفز في هذه هي النقطه هذه النقطه التي اريد ان اتحدث عنها. ابتعاده عن منطقه شمال افريقيا كم يعيدنا الى نقطه البدايه التي نعود ونتحدث عنها دائما، مشكلة اللاعبين الذين يحترفون في دول أوروبا، اختلاف الملاعب، اختلاف المناخ، وهذا لا ينطبق فقط على الجزائر وربما المغرب كذلك. الجزائر والمغرب وتونس حتى ثلاث فرق ما تمكنوش انهم يفوزوا في ادغال افريقيا، ربما الفريق الاستثناء هو فريق مصر. كان غالبيه لعيبه فريق مصر موجودين في الدوري المصري، هم اللي كانوا يكونوا الاستثناء. ربما في الثمانينات المنتخب الجزائري وصل الى النهائي في نيجيريا وخسر النهائي 3-0، وصل مره في كوت ديفوار في نصف النهائي في 84 وخسر من الكاميرون، وصل في النصف النهائي في انغولا في 2010 وخسر 4-0 ضد مصر. اظن انه هذه حاجز يجب ان يكسر. التحضير الجيد لهذه البطوله قد يؤدي بالمنتخب انه يوصل على الاقل الى الدور النصف النهائي، ومن ثم البحث عن التتويج، لانه خيبه الامل اللي صارت في دوره الكاميرون ما زالت يعني راسخه في الاذهان، اذهان اللعيبه، اذهان الطاقم الفني، اذهان الجماهير. حابين نشوفوا نسخه جيده للمنتخب الجزائري في هذه الدوره. اظن التحضيرات ابانت انه اللاعبين متحمسين واللاعبين جاهزين، اتم الجاهزيه. طيب نتحول مشاهدينا الى مراسل بين سبورتس حسين ابو صالح الذي ينضم الينا من الجزائر. اهلا بك حسين. يعني بالنظر الى استعدادات وتحضيرات منتخب الخضر، الى اين يصل طموح الجزائريين في هذه البطوله، رغم ان جمال بالماضي قال ان المنتخب الجزائري ليس من بين المرشحين؟ بالضبط، مساء الخير. وربما ابدا من حيث انتهيت، ان المنتخب الجزائري غير مرشح على الورق مثل ما قال المدرب جمال الماضي. ربما هذه افضل بكثير مما عاشه المنتخب الجزائري في الطبعه الماضيه في الكاميرون، عندما كان الجميع يتحدث عن سلسله النتائج الايجابيه وعدد الانتصارات، وهو ما كان ضغط كبير على اللاعبين. اتذكر جيدا وانا اقوم بتغطيه كاس امم افريقيا في الكاميرون كيف كان العد، يعني عدد الانتصارات يطرح في كل مؤتمر صحفي. المنتخب يحقق 35 انتصار متتالي. هل المنتخب مرشح للتتويج بعد التتويج في مصر؟ ربما هذه النقطة. اليوم المنتخب متحرر على الأقل من هذه الضغوطات، مثلما تحدث المدرب جمال بالماضي في المؤتمر الصحفي، حتى أنه برنامج التحضير كان جيدا مقارنة بالفترة التي حضر فيها في الكاميرون عندما تزامنت مع جائحة كورونا وأصيب عدد كبير من لاعبي المنتخب الجزائري قبل خوضهم للمباراة الأولى في دوري المجموعات. الآن الاختيار كان صائبا، اختيار عاصمة توغوليا لومي، حيث يتوافق ويتشابه الطقس مع مدينة بواكي الإيفوارية. أيضا كان جمال بالماضي خاض أسبوع كامل من التحضيرات، تأقلم إلى حد ما عدد من اللاعبين مع هذه الأجواء المشابهة كما قلنا لبواكي. أيضا خلال المباراتين الوديتين التي جمعت المنتخب الجزائري امام المنتخب التوغولي المحلي والبولندي اليوم، قام المدرب جمال بالماضي بعدد كبير من التغييرات واشرك تقريبا كل اللاعبين، وهو ما ألاحه بعد تسريحات عقب الفوز برباعية كاملة على منتخب بولندي. حتى الهجوم المنتخب الجزائري في أفضل أحواله بعد تمكن اليوم بغداد مرجاح، إسلام سليماني وعمورة وحتى رياض محرز من التسجيل، وهو
ربما مؤشر ورسالة قوية على الجاهزية التامة لخط الدفاع، أيضا على جاهزية العناصر التي تم استدعائها، التي كما قلت في التقرير منذ قليل تجمع بين الخبرة وبين وجوه جديدة تشارك لأول مرة في هذه المسابقة، مثل على غرار الحارس موندريا حارس المنتخب الوطني الذي بشكل أكيد سيكون الحارس الأول للمنتخب الوطني، والذي قدم مشوار جيد خلال التصفية المؤهلة لكأس العالم في المنتخبات خارج الجزائر، أقصد هنا التعامل والتأقلم مع البلدان الإفريقية. المنتخب الجزائري بشكل عام جهاد يمكن القول أنه أخذ التحضير حتى أيضا على الجانب التحضيري واللوجستي. المنتخب لم يقيم في المدينة الإفريقية التي خصصتها الاتحاد الإفريقي لإقامة المنتخبات، وفضل الانفراد بفندق قريب جدا لملعب السلام، وهذا الفندق تم تجهيزه بالتوافق مع الاتحاد الجزائري ومالك هذا الفندق، وتم تجهيز كل الظروف والعوامل، وهذه نقطة مهمة جدا لإداحة اللاعبين. تقريبا كل المؤشرات وكل العوامل توحي أنه هناك أريحية أو تحضير جيد للمنتخب الجزائري. حسين شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. جمال بالماضي في عام 2019 ظل يقول لسنا مرشحين حتى وصل إلى المباراة النهائية وتوج بالكأس. عودة إسماعيل بن ناصر كم ستكون دعامة حقيقية للمنتخب في هذه البطولة؟ أكيد إسماعيل بن ناصر عنصر هام في المنتخب الجزائري، يعني رجوعه من الإصابة ورجوعه وفي الفترة يعني كان يعمل بجهد باش يرجع من إصابة ويرجع بسرعة، كان عمل العلاجات هنا في قطر في سبيطار، لعب في عاد إلى ميلان ولعب مباريات، رجع للمنتخب الجزائري لعب مباراتين في مستوى جيد. أظن أنه ركيزة من الركائز رجعت، الفريق الوطني محتاج إلى. لكن هذه الإصابة الطويلة يعني ألن تؤثر على مستواه؟ يعني هل سيعود إسماعيل بن ناصر 2019؟ ربما ما يعودش ب 100%، ولكن الخبرة اللي اكتسبها إسماعيل بن ناصر من 2019-2024، ثانيا أنه العزيمة أنه يمد الأحسن للمنتخب الوطني تجعله أن يكون يعطي الأفضل والأحسن، ربما مساعدة زملائه في الفريق وأنه عنصر هام رجع ليهم راح يزيد يعطيهم حافز والعمل يكون جماعي يعني، ولكن دورة عبد الناصر مهم ومهم جدا في المجموعة. ما أكثر ما يجب أن يخشاه المنتخب الجزائري في هذه البطولة؟ المباراة الأولى. المباراة الأولى هي معيارية وهي أساسية، لأنه في الكأس الأفريقي الفارطة كنا تعادلنا مع السيناريون وأخلطت الأوراق. المباراة الأولى مهمة جدا، يجب أن نفوز ضد منتخب أنغولا. ليس الملاعب ولا الأجواء؟ لا، ليس الملاعب والأجواء، ملعب الأجواء هذه قصة أخرى، الفريق حذر من هذا الجانب، يعني راح إلى عسكر في طوغو في منطقة تشبه المناخ تحت يشبه منطقة بواكي اللي يلعب فيها المنتخب، الملاعب ملعب بواكي ملعب أرضيته جيدة، ظروف الإقامة كما ذكر الأخ جيدة قريبة من الملعب، لكن المباراة الأولى حاجز المباراة الأولى لازم يفوت من فوز على أنغولا، لأنه الفوز يضمن تقريبا 90% التأهل، ومن بعد يسير المباراة الثانية والثالثة من أجل الحصول على المرتبة الأولى. هذا هو التخوف اللي يكون، إذا فزنا في المباراة الأولى فالمسار يكون جيد. طيب قبل أن أنتقل للحديث عن موريتانيا، سؤال أخير، هل تتفق مع جمال بالماضي أن المنتخب الجزائري غير مرشح للتتويج؟ صحيح هو غير مرشح لأنه فرق أخرى مرشح. أنت شكلك بتلعب على المعنويات زي جمال بالماضي. لا ألعب، أنا نكون واقعي. الجزائر غير مرشح؟ غير مرشح، مش مرشح الأول. في كوت ديفوار فريق جيد صاحب الأرض، في المغرب مسار جيد في الكأس العالم، في نيجيريا، في غانا، في تونس، يعني في مصر ما ننساوش مصر، هذه منتخبات يعني مرشحة للفوز للقب بالنظر إلى ما جرى في 2022 في كأس إفريقيا. أما الجزائر فهي خارجة من تعثر كبير، عدم بلوغ الدور الثاني في كأس إفريقيا، عدم تأهل لكأس العالم، هذا التعثر يعني رجع شوية الجزائر للخلف، ولكن التحضيرات
قد تجيب نتيجة إن شاء الله. هذا التعثر لازم يخيف الخصوم على كل حال في هذه البطولة القادمة عموما.